السلام عليكم. استغراب كبير للصحافة العالمية الفوز الساحق للفريق السعودي في كأس العالم أمام فريق الأرجنتين. الفريق الأرجنتيني ما خسرش 36 ماتش، كان المرشح رقم واحد باش يفوز بهذا اللقاء. الصحافة الغربية خصوصا ما عجبهمش الحال هذا الفوز هذا ديال العربية السعودية. هناك حتى الصحافة التي ليست لديها علاقة لا بالرياضة ولا بكرة القدم وتتحدث عن السعودية. السعودية عندهم بطولة قوية، جميع اللاعبين يلعبون في هذه البطولة، أغلب اللاعبين ما تهمهمش أنهم يخرجوا يحترفوا في الخارج، مرتاحين في بلادهم مخلصين مزيان. كانت هناك مفاجأة، ولكن كنت أظن أن السعوديين قادرين على انتزاع نقطة على الأقل. عندهم مدرب محنك، عنده تجربة، بالماريس غني بالألقاب على المستوى الإفريقي، تجربة في كأس العالم مع المنتخب المغربي، عنده لاعبين اللي مول في الجو ديال الخليج العربي، حتى هذا واحد العامل قوي. وهناك الجمهور. السعوديين لعبوا ايضا ضد الحكم اللي ما كانش في المستوى، عديد من بطاقات الصفراء والضربات ديال الخطأ اللي كانوا مجانا، وكأنه حرام في كأس العالم ان تفوز دولة عربية او دولة افريقية على منتخب كبير. نعم هي مفاجأة، ولكن العربية السعودية عندها تاريخ كأس العالم والتاريخ ينفع. فهذه المشاركة السادسة ديال هذا المنتخب، كانت عندهم احسن مشاركة في 94 بلوغ الدورة الثاني، جيل ديال الدعياع وديال سعيد عويران، هذا الاخير اللي كان سجل احد اروع الاهداف في تاريخ كأس العالم. الدول العربية تواصل سلسلة النتائج الايجابية. الفريق التونسي للاسف كان قريب من الفوز، ضيعوا اهداف محققة. تونس تشارك للمرة السادسة في التاريخ ديالها، مع مرة بلغت الدورة الثاني، ربحت في التاريخ ديالها جوج ديال الماتشات في 78 و 2018، 78 كونتر المكسيك، وكانت أول دولة عربية تفوز في كأس العالم، وتاني مناسبة كانت كونتر بنما في 2018 بروسيا. ضيعوا أهداف محققة، الخطة ديال كونتر لاتاك صدقات لهذا المنتخب، ولكن اللاعبين ما كانوش في المستوى العالي من الناحية البدنية، كان هناك تباطؤ، ضيعوا فرص، ولكن على العموم فهم على الأقل خرجوا بنقطة إيجابية. فكل التوفيق لكل الفرق العربية والإفريقية، والسلام عليكم ورحمة الله.